السلام عليكم جميعا ومرحبا. يعني مباشرة سندخل في موضوع اليوم اللي هو هذه الهجمة الشرسة التي يشنها كلاب محمد السادس. علماء البلاط، يعني واحد من الصبين رئيس المجلس العلمي لمدينة سمارة، منصب يسترزق منه 30,000 درهما شهرية مقابل لا شيء، اللهم بعد الفتاوى الشاذة التي يخرج بها من حين لآخر ليبيح ما حرمه الله فقط نصرة لمحمد السادس الحاكم الظالم، وهو الشيخ سكنفل، وهو اسم على مسمى سواء تكلمنا عن الشكل أم المضمون. والثاني هو الغني عن التعريف، بعد أن تم توقيفه عن الخطابة منذ سنة 2017 بعد فضائحه الأخلاقية التي يعني لن أتطرق إليها، يكفيه ذلا فيديوهاته مع بنات الليل القاصرات التي نشرتها حنان، لا أدري كيف أسميها، أهي زوجته كما ادعت أم خليلته كما أنكر. المهم أن له صورا وفيديوهات بملابسه الداخلية وهو يجالس حنان ومعها فتاتين في مكان مغلق، خصو هو اللي يفسر لنا كيف له أن يختلي بثلاث نساء أجنبيات ولا واحدة فيهن يعني سترى رأسها، ونحن نعرف أنه ما اختلى رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. وهذا السيد الذي اختلى بثلاثة نساء، نريد أن نعرف كم شيطان يكون في مجلسه ومعه في تلك اللحظات. المهم أن الفيزازي العاطل عن العمل حاليا لا نعلم كيف يكسب قوت يومه، اللهم إذا كان ما يكسبه يدخل في إطار الناس الذين طالهم الإعفاء ديال محمد السادس المدفوع الأجر ليعيش على قفا المغاربة، وتصبح مهمته هي سب كل مغربي ينتقد الملك ويطعن في مصداقيته ويطعن في مصداقية كل واحد تعرض لظلم وقال اللهم إن هذا منكر، مثل ما حصل مؤخرا مع الرابرز المغاربة الذين قاموا بأداء أغنية عاش الشعب بالرغم من أنهم لم يقولوا إلا حقا. حاول الفيزازي أن يطعن في مصداقيتهم فلم يجد شيئا يقوله غير وصف هؤلاء الرجال بأنهم مجرد صعاليك سكرين لا يؤبه لكلامهم، كما أنه وصفهم بالحشاشين، في حين هاد الحشيشية الذين يتكلم عنهم الأغنية التي تم وصف محمد السادس التي قاموا بأدائها، وتم وصف محمد السادس بوصف كلبنا سادسنا وأمير المدمنين وحاكمنا ظالمنا، شاهدها أكثر من 11 مليون مغربي، والفرق بين الإعجابات والديسلايك في هذا الفيديو شاسع جدا إلى غاية يعني وصل الفرق يعني هي 600,000 إعجاب و 15,000 ديسلايك، يعني نحن هنا نتكلم عن نسبة ديال الناس اللي متفقين مع المحتوى ديال الأغنية بالضبط 98.5% مقابل 1.5% من المستفيدين والعبيد والجهال الذين ما زالوا يطبلون لمحمد السادس، وأنت يا الفيزازي واحد من المستفيدين والظلمة، ومصيبتك أنك أنت أمام الله أكثر يعني من هؤلاء الرجال الذين قلت عنهم حشاشين وصعاليك، لأنك عالم ولم تتذكر، وأنت تكذب على الناس أن تدعو لنفسك وتقول اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع. مصيبتك أنك تعلم الحق وتتبع الباطل، ومن سيعارضون يعني سيعارضونني في قولي بأنه عالم ما عليه إلا الرجوع لمناظرات الشيخ الفيزازي القديمة، يعني أنا قلت عليه شيخ قديما يعني فالآن لم يعد شيخا، وخصوصا مناظرته على قناة الجزيرة قبل أن يصبح تابعا للنظام. الفيزازي يعرف كل شيء ولكنه باع دينه بدنياه، في حين هؤلاء الذين سماهم هو بالصعاليك هم من عامة الناس وعارفين أن داكشي اللي كيديروا حرام، ويقولون غفر الله لنا. يعني واحد قال لك أنا كنت كندير وعفى لي الله وما بقيتش كندير، والآخر قال لك أنا ما تنديرش يعني تم اتهامه باطلا، والآخر قال لك أنا تندير وعارف داكشي حرام والله يغفر لنا، وحتى أنه قال لك هذا الشيء بغيناه يتمنع يمنعوه على كل شيء ماشي غير أنا يمنعوه في البلاد كاع في مرة. يعني على الأقل
لا يكابرون ولا يدخلون في تحدي مع الله مثل ما تفعل، حيث أنك أنت تعرف أن هذا الخمر الذي تسبهم به هو حرام، وأنت تعلم أن ولي نعمتك محمد السادس هو من ينتجه وهو من يدخله إلى المغرب. واللي غيكذبني قلب في جوجل على شركة براسخي دو ماروك المتخصصة في بيع وإنتاج المشروبات الكحولية لمن تعود ملكيتها، وستجدونها تابعة للهولدينغ الملكي، يعني أن سيدك محمد السادس أيها العبد البائع لدينه هو من يدخل السموم إلى المغرب سواء كانت خمرا أو حشيشا، وهو من يدمر عقول الشباب بل ويربح المال الحرام من الخمر. لكن لم نسمعك يوما تقول يا حاكم البلاد اتق الله وإنك مسؤول أمام الله، لكنه لن يستطيع أبدا أن يقولها، لأن الرجال الذين لديهم الجرأة ليقولوا لمحمد السادس اتق الله أجرتهم لا يدفعها محمد السادس، بل كلمتهم نابعة من إيمانهم ومن عقلهم. أما أنت فكلامك ليس صادرا من عقلك، بل أنت يتم شحنك في كل مرة بقنينة مخزنية يملؤونها لك بما شاء من كلام، وفمك لا يقوم إلا فقط بإفراغ الشحنة التي شحنتها. إذن فأنت أصبحت رجلا لا يؤبه لك ولا مصداقية لك، لأن محمد السادس يدفع لك المال المسروق والمنهوب والمكتسب من الخمر والحشيش الذي أنت تسب به الرجال، ومالا مسروقا من عرق الشعب المطحون كي تدافع عن السرقة وكي تدافع عن اللصوصية وعن الظلم والقمع. وأنا لم أرى في حياتي شخصا يتعرض في صفحته الرسمية للسب والشتم بشكل يومي ورهيب، حيث أنه يصعب عليك أن تجد شخصا يسانده إلا بعد أن تقرأ 10 أو 20 تعليق أو يزيد على ذلك، ورغم ذلك تجده مستمرا في غيه وظلمه. ومرة يخرج يقول لهم أنا لا أجيب السفهاء، يعني هاد الناس المغاربة كلهم سفهاء بالنسبة له، والآن هو يحاول توريط ولد القرية والزعر عبر الدعوة لمقاضاتهم ومعاقبتهم. مثل هؤلاء الشيخات وليسوا شيوخا، فمهنتهم هي غرق، تعرفوا الغرق هو اللي كيكون في المحكمة، يعني هو كيحاول يزيد يغرق المتهم، يعني كلما عجز النظام عن اعتقال شخص ما بدون مبرر، وهو ما أعجزه يعني في هذه القضية هو أن القضية ما زال شوية سخونة، والمغاربة شاعل فيهم النار هذه الساعة، وكلهم على كلمة واحدة ويتفقون مع أغنية عاش الشعب. لذلك فالمخزن هو بحاجة لمبرر، بحاجة لبعض البيادق مثل الفيزازي والسكنفل الذين يحاولون إهام الرأي العام أن لا زالت هناك شريحة كبيرة من المغاربة ترفض الأغنية وتعارض أصحابها حتى يكون الاعتقال مبررا. ولكن اليوم الأمر من المستحيل، يعني الكذب على المغاربة وعلى الرأي العام، لأن هناك معايير، وهذه المعايير هي مواقع التواصل الاجتماعي، وكل واحد يعبر عن رأيه، حتى الناس الذين لا يجرؤون على قول كلمة الحق يضغطون على زر لايك أو ديسلايك كي يقولوا نحن مع أو نحن ضد أو نحن ضد. يعني من خلال مؤخرا الخطاب ديال محمد السادس تبين لنا من خلال اليوتيوب أن السواد الأعظم للمغاربة هم ضد محمد السادس وضد خطابه، ومن خلال الأغنية فالسواد الأعظم للمغاربة هم مع مضمونها ولا عزاء للحاقدين. أما السكنفل الذي لا أريد الإطالة في الكلام عنه لأن مقامه العلمي لا يستحق ذلك، بالرغم من أنهم نصبوه رئيس المجلس العلمي لتمارا، فيكفيه خزيا وذلا وعارا أنه في يوم من الأيام في حملة استشهارية وإعلانية غير مباشرة لأبناء محمد السادس خرج على المغاربة بفتوى لا يقول بها إلا معتوه، حيث أنه بمناسبة عيد الأضحى أفتى بجواز بأنه يجوز للفقير أن يأخذ قرضا ربويا لشراء الأضحية، في حين أننا نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. وشوف السكنفل ملايين أو ملايير الزنيات التي جمعت على رقبتك وأنت تبيح للناس الربا وأكل الربا. فهذا السكنفل حتى هو دخل على خط الأغنية ديال عاش الشعب وقال أنها دعوة إلى الخروج على الإمام،
فلو كان محمد السادس إماما بالنسبة لهم، فبالنسبة لنا هو إمام الشياطين وإمام اللصوص والمرضى، ولا علاقة له بالمسلمين. ووصف المغنيين يعني من طرفه بأنهم فتانين، وقال أن جميع دول العالم بها مشاكل، وأنا صراحة أوافقه الرأي بأن جميع دول العالم بها مشاكل، ولكن ما لا يعرفه السكنفل، وأنا أحب أن أناديه بالسكنفل، لأنني مجرد مناداته بالسكنفل اللي هو أصلا اسمه، يعني كنحس بلا أنني سبيته بلا ما ندي الذنوب. فبالفعل دول العالم بها كلها بها مشاكل، لكن المغرب لم تعد فيه حلول، كله مشاكل، جميع القطاعات بدون استثناء، السواد والسوداوية والظلام والظلامية والفقر والجهل والتهميش والقمع والدعارة، جثث الشباب في البحر وتحطيم بيوت فوق أهلها واعتقال كل من تكلم واغتصاب الرجال في السجون والمخدرات والتشرميل ومنظومة تعليمية مهترئة وقطاع صحة مهترئ، والوحيد الذي تظهر عليه النعمة وتظهر عليه معالم الغنى هو محمد السادس وشركاته ونوابه والشكامة والبرقاقة والشيخات ديال محمد السادس، إضافة إلى أن هذا السكن في الخارج بتصريح أقل ما يقال عنه أنه إرهابي متطرف إجرامي، ولكن بما أنه تحت حماية محمد السادس لم تعلق عليه أي جهة، حتى دوك الصحفيين والكتاب الملاحدة الذين لا يفوتون فرصة للتهجم على كل من تكلم في الدين إلا واتهموه بالتطرف، لم نسمع لهم صوتا بعد هذا التعليق أو هذه الخرجة الإعلامية. ومن هنا نستنتج يعني بعد شنو قال لكم في ديك الخرجة الإعلامية، فهو قال بأن هاد الناس الذين يأمرون بالخروج على الحاكم وجب قتلهم حفاظا على الأمن العام، يعني حفاظا على الصالح العام. ومن هنا نستنتج يعني من خلال صمت الصحافة على هذا التعليق وعدم التعقيب عليه، ومن هنا يمكن أن نستنتج أن هاد الناس بجميع تياراتهم سواء يعني كانوا إسلاميين علمانيين تنويريين هم بيادق في يد محمد السادس، لا يتكلمون إلا دفاعا عنه وإلا طعنا في الشعب المغربي. دمتم في رعاية الله، أظن أنني قلت كل ما كان يجب قوله، والسلام عليكم ورحمة الله، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. السلام عليكم جميعا ومرحبا.